هذا لقاء أولي مع المغاربة في بروكسل مع الجمعيات ومع بعض الكفاءات، فهو اتصال أولي ستتبعه لقاءات عمل مستقبلا للتحدث في مواضيع مدققة. وكان بالنسبة لي فرصة لاطلاع المغاربة بهذه المدينة على الأولويات اللي حاولوا نشتغلوا بها واللي غادي يشتغلوا معنا بها، وهي ثلاثة أساسية. الأولوية الأولى هي قضية الصحراء، قضية الوطنية، وإحنا عارفين الدور اللي كيلعبوه الجالية في هذا المجال، وبغينا كذلك باش نتعاونوا أكثر باش نواجهوا كل الاحتمالات الممكنة وباش نبقاو موحدين دفاعا على قضية الوحدة الوطنية، لأن قضية الوحدة هي قضية وجود وليست قضية حدود. الأولوية الثانية هي العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية ما بين المغرب وبلجيكا على كل المستويات ومع كل المؤسسات، سواء كانت في الجانب السياسي أو في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الثقافي. وأعتقد أن المغاربة بهذا البلد لهم دور في تقوية هذه العلاقات، ولهم ما يكفي من الكفاءة ومن التجربة ليصبحوا عنصر فاعل في تقوية علاقات المغربية البلجيكية وفتح آفاق جديدة لها. والأولوية الثالثة هي قضية الجالية ومواكبة استقرار الجالية، فغالبية المغاربة بهذه البلد مستقرين ومندمجين، ولكن يريدون كذلك أن يبقوا مرتبطين مع البلد. ومسؤوليتنا احنا كسفارة وكقنصليات هو تحسين الخدمات، وهو إنصات انتظارات ومحاولة الاستجابة قدر الإمكان لانتظارات الجالية، وخاصة تفعيل خطاب جلالة الملك الخاص بخدمة الجالية وتحسين خدمات المقدمة إلى الجالية. وفي هذا المجال عندنا اقتراحات عديدة اللي غادي نشتغلوا عليها، سواء في مجال التعليم أو في مجال الثقافي أو في مجال تعبئة الكفاءات لخدمة العلاقات المغربية البلجيكية. Ensuite, il était important de marquer les préoccupations communes, notamment la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le radicalisme. Je crois que c'est vraiment important de pouvoir travailler aujourd'hui sur ces aspects qui forgent justement le destin commun. Et puis, la question que nous connaissons, la question fondamentale du Sahara, je crois que naturellement la communauté marocaine à l'étranger ne connaît pas suffisamment ce dossier. Elle est souvent interpellée sur cette question, mais elle n'a pas l'argumentaire nécessaire pour pouvoir justement défendre ce dossier. Et je pense qu'effectivement, le plan d'action que son Excellence vise à mettre en place permettra justement d'outiller correctement la communauté afin qu'elle puisse, lorsque cela est utile, pouvoir défendre le dossier. هذا واحد من المناسبة كبيرة باش نتعرفوا على السفير الجديد اللي كان وزير ديال الجالية سابقا، وكان مرحبوا به في بلاده الثانية، وكان كيجمع جميع الرؤساء ديال الجمعيات والمنتخبين والبرلمانيين وكل شيء اللي هنايا في بلجيكا، ويعني حكى لنا على قضية ديال الصحراء ديال القضية ديال الوطنية ديالنا ديال الصحراء المغربية. يعني هذه واحد بالنسبة لنا واحد الشرف كبير. وكان مرحبا بالسيد عمر هنايا في بروكسل. Bonsoir. Mon nom c'est Wardal Sahaf. Je suis née en Belgique. Mes parents sont arrivés dans les années 50. Et je trouve que ce soir, Monsieur l'ambassadeur nous a, Monsieur l'ambassadeur nous a invités à cette cérémonie. Et je trouve que c'est vraiment un plus. Ça nous permet de nous rencontrer, nous les Marocains, ici à Bruxelles. Donc voilà. بداية ديال العمل في المستوى أنه العمل مع الجالية ومع مع الدولة البلجيكية هي الطريقة باش نقطعوا الطريق على اعداء وحدة ترابية، وباش نكتسوا اصدقاء المغرب من البلاجكا. وهذا هو الدور اللي كان خصو يتلعب من قبل، انه بعض الاحيان انا شوف بعض الحفلات ديال المغاربه بحال خطره خوك المسيره الخضراء ما فيهاش بلجيكي، واش حنا عاد غادي نوريو المغاربه القضيه ديال الصحراء؟ دونك هذا هو العمل اللي شار له سعاده السفير باش نهودوا التيران عند البلاجكا وعند الجالية، والجالية عندها أصدقاء وعندها عندها دور كتلعبوه في البلديات في الانتخابات. دونك
هذا هو هذه هي الطريقه.